لو الحكاية فيها إن فيديو يبقى فيه يعني في إجراءات احترازية. علشان كده إحنا قسمنا السادة النواب على 6 أيام، كل يوم تقريبا 100 نائب، كل يوم تقريبا 100 نائب. كمان إحنا يمكن سر التوفيق النهاردة والتوفيق كله من عند ربنا في الأول وفي الآخر، إن إحنا كنا جاهزين بالكرنيهات مطبوعة. الكرنيهات لما بتطبع كان زمان النائب بيجي يقعد يكتب استمارة، والاستمارة دي بتتفرغ والنائب بيتصور وبنجمع الداتا مع الصورة وبيطبع الكرنيه. دي عملية هتاخد وقت كتير، مع العدد الكبير من النواب ده هيبقى فيه خطر. الحقيقة احنا ما كناش ممكن نقدر ننجح لوحدنا في الموضوع ده غير بمساعدة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية، وأنا بتشكر لهم مرة تانية. أنا شكرتهم في بداية النهار وبكرر شكري مرة تانية، لأن احنا قدرنا ان احنا نغطي 100% تقريبا من بطاقات العضوية مطبوعة. كمان النهاردة السادة النواب اللي شرفونا حصلوا على بطاقة العضوية وحصلوا على حقيبة برلمانية. الحقيبة البرلمانية رمزية بالمناسبة، يعني ما فيهاش حاجة، يعني الفكرة كلها ان هي فيها تابلت بيستطيع من خلاله النائب ان هو يتعامل مع البرلمان بشكل الكتروني وعن بعد، يقدر يعمل كل المهام البرلمانية بتاعته عن بعد كلها، من اول الاعتذار عن الجلسة مرورا بطلب الكلمة مرورا بالتعديل التشريعي، بالإضافة إلى جميع الأدوات الرقابية البرلمانية يمكن تقديمها عن طريق التابلت. إن شاء الله هيبقى في دورة تعريفية للسادة النواب من الناحية الدستورية واللائحية والتكنولوجية علشان إزاي يقدروا يتعاملوا مع التابلت ده. اليوم مشي كويس الحمد لله، يعني بتوفيق ربنا. النواب ما كانش فيه تزاحم، الدخول كان ميسور، الجماعة الصحفية كانوا منورنا على مكانين، ما كانش فيه عندنا أدنى مشكلة الحمد لله. وبنأمل إن الأيام اللي جاية تبقى بنفس النجاح والتوفيق. إحنا أمام برلمان متنوع. البرلمان الحالي بيتشارك فيه 13 حزب سياسي. في فرق ما بين البرلمان الحالي والبرلمان السابق، فإن البرلمان الحالي 472 نائب فيه حزبيين مقابل 93 مستقلين، ده عكس البرلمان الماضي. الكتلة الحزبية واضحة والكتلة المستقلة أقل، ده معناه أن احنا أمام برلمان أكثر تنظيما وأكثر تماسكا من الناحية السياسية. عندنا تمثيل كبير للمرأة، عندنا تمثيل كبير للشباب، وعندنا تنوع سياسي كبير. زي ما قلت لكم عندنا 13 حزب ممثلين داخل البرلمان. لا يزال أنا بأتحدث عن الأعضاء المنتخبين فقط، في أعضاء معينين حدهم الأقصى 5% بيعينوا بقرار من السيد رئيس الجمهورية.